يعتبر مثلث برمودا أحد أكثر الأماكن خطراً على الأرض بسبب الاكتشاف المثير وسر سفينة سيكلوب الغارقة اللذين أحدثا ضجة كبيرة في السنوات الأخيرة. هناك أشخاص وطائرات وسفن اختفوا بلا أثر، هذا ما تؤكده قصص شهود العيان وآراء العلماء وأدلة واقعية مثل الصور. سنعرض لكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو صوراً من الكاميرا الغارقة في مثلث برمودا. اكتشاف داريل ميكلوش. مثلث برمودا هو منطقة كبيرة في المحيط الأطلنطي بين بورتاريكا وفلوريدا وجزر برمودا التي تحدث فيها ظواهر ليس لها تفسير وفق لآراء العلماء. وبالفعل هنا تم العثور على سفن ضلت طريقها بالطاقم الذي عليها أو من دونه، بينما يرى بعض الباحثين أن أسطورة مثلث برمودا ما هي إلا خدعة مفبركة. لذلك ليس من المدهش أن هذه المنطقة تجذب الناس من مختلف العالم على أمل منهم في حل لغزها. تم العثور على اكتشاف مثير منذ فترة قريبة لفريق من الباحثين الأمريكان يرأسهم رجل يبحث عن الكنوز يدعى داريل ميكلوش. توجه الرجل في بعثة إلى بحر الكاريب من أجل البحث عن حطام السفن الغارقة. استطاع الرجل أن يعثر على خطاف مرساة قديم يبدو أنه يخص إحدى سفن كريستوفر كولومبوس، لكن الأثر الأخير غير فكر الجميع. يقول ميكلوش إنه قام بالغطس في المكان الذي يمكن أن يعثر فيه على أي قطعة غارقة من فرقاطة السير فرانسيس دريك وفقا للمعلومات التي لديه، لكن وجد الباحث جسما غريبا وحجمه كبير بدلا من هيكل السفينة. التقط داريل بعض الصور بعد أن اندهش لما رآه وصعد إلى السطح من أجل أن يخبر بقية أصدقائه، لكن اتضح لاحقاً أنه قد أسقط الكاميرا عند صعوده من الماء. الآن ليس معه أي شيء يثبت به ما سيقول. فكر قليلاً وقرر أن يعود من جديد من أجل العثور على الكاميرا ويقوم بالتقاط الكثير من الصور للجسم الغامض. في هذه المرة لم يغطس بمفرده، قام الغواصون بالبحث عن الكاميرا بسرعة بعد أن وصلوا إلى المكان المطلوب. لحسن الحظ لم تصب الكاميرا بأي ضرر واستطاع الباحثون أن يلتقطوا بعض الصور للجسم الغامض. لم يكن الاكتشاف شبيها بالجسم الطبيعي وفقا لرأي داريل. هذا الشيء كان من صنع الإنسان وكان كبيرا. هذا الجسم عبارة عن قبة كبيرة يخرج منها عصيان أسطوانية أفقية كبيرة وكل عصا على بعد عشرات الأمتار ومغطاة بطبقة من الشعب المرجانية. من المدهش أن الجزء السفلي من الجسم يوجد على عمق 100 متر وتطلب وجود غواصة حديثة من أجل تفحصه. يقدر عمر النباتات المائية التي تغطي الاكتشاف بالمئات أو بالآلاف من السنين، وذلك وفقا لكلام الجيوفيزيائي الذي يعمل مع داريل. من الطريف أننا لا يمكن أن نجد أي شيء ينمو هناك وفقا لرأي العلماء بسبب المجال المغناطيسي القوي، إلا أن ما رأوه يشهد بالعكس. المرجان يغطي الجسم على مساحة 100 متر مربع. يقول ميكلوش لم أرى أي شيء مثل هذا من قبل، هناك الكثير من التشكيلات تنبثق من الصخرة وكل تشكيل يشبه مدفع السفينة الحربية في الحجم. لقد رأيت الكثير من السفن الغارقة لكن هذا الجسم لا يشبه ما رأيته من قبل. دارين على ثقة بأن الشيء الذي عثر عليه عبارة عن سفينة. لم يستطع أحد أن يتعرف عليه لأن هذا الجسم لا يشبه الشكل المتعارف عليه من السفن، لذلك يميل داريل وأصدقاؤه إلى رواية أنها من الممكن أن تكون سفينة غارقة تتبع الفضائيين. يعتزم ميكلوش وفريقه دراسة هذا الجسم الغريب بشكل مفصل قبل أن يقوم بعمل أي استنتاج نهائي. أياً كان الأمر، هذه الصور التي التقطها دارين ميكلوش أثارت الرأي العالمي. هناك أسرار معينة من مثلث برمودا يتم اكتشافها مع مرور الوقت، وهناك أسرار لا تزال غامضة. ابق معنا حتى النهاية حتى نتعرف على مصير إحدى السفن الغارقة. سر سفينة سيكلوب. القليل منا يعلم أن هذه السفينة تعتبر أكبر ضحية ابتلعها مثلث برمودا قبل أن يسمى بهذا الاسم. الحديث يدور هنا عن اختفاء سفينة محملة بالبضائع اسمها سيكلوب، والتي قال الرئيس الأمريكي ويلسون عن اختفائها في ذلك الوقت
الرب والبحر فقط يعلمان ما الذي حدث مع هذه السفينة العملاقة. في الرابع من مارس عام 1918 كانت العبارة سيكلوب التي تبلغ حمولتها 19600 طن تمر من خليج بايا جراند في الأرجنتين إلى شواطئ أمريكا الشمالية. هذه السفينة كان طولها 180 مترا وكانت إحدى أكبر السفن في الأسطول البحري الأمريكي. كان على متنها أكثر من 300 راكب، من بينهم الجنود العائدون من الإجازة ومنهم من في الاحتياط وأيضاً العاملون في السلك الدبلوماسي. هذه العبارة كانت تنقل شحنة من المنجنيز الخام اللازم من أجل صناعة المدافع. كان الاتصال الأخير مع السفينة في يوم خروجها إلى المحيط في الرابع من مارس، ومن المتوقع أن وقت الرحلة سيستغرق 9 أيام، أي أن السفينة ستصل إلى النقطة المحددة في 13 من مارس، لكنها اختفت. من الطريف أن خبر اختفاء السفينة ظهر في الصحافة في منتصف الشهر القادم. يقول الخبر: واشنطن، 14 أبريل، لم تصل سفينة سيكلوب لنقل البضائع التابعة للأسطول البحري الأمريكي إلى ميناء الوصول على سواحل المحيط الأطلنطي، حيث كان من المتوقع أن تصل في 13 من مارس. هناك آراء تقول أن سيكلوب يمكن أن تكون قد غرقت من قبل سفن الأعداء أو من قبل غواصة، لكن لا يوجد أي بيانات تشير إلى وجود سفن الأعداء في هذه المنطقة. من المعروف أن أحد المحركين في السفينة قد أصيب بالعطب، وكانت السفينة تسير على سرعة مخفضة مستغلة المحرك السليم الآخر، لكن حتى لو تلف المحركان الرئيسيان بها لكان هذا لم يمنع طاقمها من إرسال رسالة عبر اللاسلكي. في نهاية المطاف تم إصدار أمر لسفن البحث أن تستكشف كل متر كانت تسير فيه سفينة سيكلوب وأن تزور الجزر الكثيرة الموجودة في طريق الرحلة، لكن جميع المحاولات الرامية لتحديد مكان السفينة باءت بالفشل. الأكثر من ذلك أنه لا يوجد نظرية واحدة من النظريات المطروحة تشرح كيف فقدت السفينة وما هي الظروف التي كانت تحيط بها. تم ذكر جميع الروايات التي طرحت بشأن غرق السفينة في التقرير الرسمي للمخابرات البحرية، مثل أن الطاقم قد قام بثورة واختطف السفينة وقادها إلى نقطة بعيدة عن طرق السير البحرية الرئيسية. تقول الرواية الثانية إن القنصل العام الأمريكي في ريو دي جانيرو، والذي كان موجوداً على متن سفينة سيكلوب، ساعد الألمان في نقلها لتصبح في أيديهم لأنه كان يتبع الفكرة الألمانية. الرواية الثالثة تقول إن السفينة تعرضت لتوربيد أطلقته إحدى الغواصات الألمانية. تقول الرواية الرابعة إن السفينة غرقت بسبب تأرجحها الشديد، أو أن القبطان وارلي وهو من أصل ألماني سلم سيكلوب للألمان أو أعطى الفرصة للغواصات الألمانية لإغراقها. هذه هي الروايات كلها التي قيلت لشرح سر اختفاء السفينة، لكنها ليست مثبتة بالحقائق. إذا حدث انفجار لا قضى على المحركات والأجهزة اللاسلكية بالفعل، لكن من المفترض أن نجد الكثير من حطام السفينة وهو عائم على سطح المياه مشيرا إلى المكان الذي غرقت فيه. يمكننا افتراض أنه فجأة هب إعصار كما يحدث عادة في هذه المياه، فقام بشل حركة السفينة وبعد ذلك أغرقها، لكن لو كان الأمر كذلك لعثروا على أي شواهد لهذه الكارثة. تم إيقاف البحث في مايو عندما باءت جميع محاولات البحث عن السفينة بالفشل. صرحت البحرية الأمريكية أن اختفاء هذه السفينة يعد أحد أكبر الأسرار في الملاحة البحرية، ربما من أجل تبرير فشل عملية البحث التي انطلقت بعد اختفاء السفينة. أيًا كان الأمر، يبدو أن الحظ ابتسم لفرق البحث بعد مرور الكثير من السنوات. في عام 1968 وجد الغواص دين هيفز من البحرية الأمريكية هيكلا لسفينة كبيرة قابعا على عمق 60 مترا على بعد 100 كيلومتر من نورفيك، وفي عام 1974 رأى غواص آخر هذا الجسم اسمه دوغلاس أرمسترونغ، لكن المشكلة هي صعوبة تحديد ما إذا كان هذا الهيكل تابعا لسفينة سيكلوب أم لا. على ما يبدو أن الحقيقة لن نعلمها أبدا. عزيزي المشاهد، اكتب رأيك في التعليقات عن هذا الأمر. ما هو سر اختفاء السفينة؟ ضع علامة الإعجاب واشترك بالقناة إذا أعجبك الفيديو. إلى هنا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.